السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة هتكلم معاكم النهاردة عن الخبر اللي قلب الدنيا، الخبر اللي قلب مواقع التواصل الاجتماعي، خبر قطع رجل الفنانة منة فضالي. والسبب يا جماعة كل الستات بتقع فيه. الحلقة النهاردة تنويه وتحذير لكل ست. هقول لكم تفاصيل الخبر. بيقول لك ان الفنانة عملت عملية جراحية وتم قطع قدميها. اقول لكم السبب دلوقتي، وكمان اتكلم معاكم النهارده عن انهيار ابنه الفنانه لبنى محمود اثناء تشييع جنازه والدتها. هقول لكم هي قالت ايه بالظبط. اتمنى منكم لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناه. بصوا يا جماعه، قبل ما ابتدي واقول لكم ايه سبب العمليه اللي اجرتها الفنانه منى فضالي وخبر قطع رجليها بسبب، يا جماعه اقول لكم السبب دلوقتي ان كل الستات بتقع فيه. بصوا يا جماعه، اقول لكم الاول شويه تفاصيل. الفنانه منى فضالي ممثله مصريه من مواليد 4 سبتمبر 1983، عندها بالظبط 39 سنه، من القاهره، اسمها الحقيقي منى طلال سامي فضالي. ما اتجوزتش ولا مره في حياتها رسمي، لكن الله اعلم بقى لو كانت اتجوزت جوازات مش رسمي. هقول لكم بقى تفاصيل اللي حصل بالظبط. الخبر كالاتي، بيقول لك اجرت الفنانه منى فضالي عمليه جراحيه في ساقها بسبب الباديكير، وهو ما اعلنته عبر حسابها على الانستجرام، مما اثار استغراب بعض متابعينها عبر السوشيال ميديا. وكتبت منى فضالي من شويه: عملت عمليه في رجلي بسبب صباعي، وكل ده من الباديكير، وتابعت في ناس هتتريق وتقول يعني ايه باديكير. هقول لكم، انا بقالي 9 ايام بشتغل وانا تعبانه جدا، وبتصور وبنزل صور وانا بضحك، وانا في الكواليس وانا وسط زمايلي. واستكملت وقالت: اللي عاوزه اقوله ان شغلانتنا صعبه، مش ترفيه زي ما كل الناس فاكره، احنا اكتر ناس بتكون مضغوطه، وحقيقي محدش بيحس بوجعك غير نفسك. بس بجد كل الناس في لوكيشن الونش، بتصور مسلسل اسمه الونش، من المخرج كذا كذا لاخر حد في التصوير بيساندني، شكرا ليهم فعلا. وحقيقي حب الناس ده نعمه من عند ربنا. وجاءت تعليقات الجمهور على اجراء هذه العمليه كالتالي: بديكير مخشوش، الف سلام عليك يا من يا منى، بص يا منى، افضل شيء لراحه الرجلين ميه دافيه بملح، الف سلام عليكي، نسال الله تعالى لك الشفاء العاجل. ليه الناس تتريق؟ الانسان ممكن يحصل له حاجه صعبه بسبب حاجه تبان تافهه او تبان عاديه الناس كلها بتعملها. ممكن فعلا اثناء البديكير حصلت حاجه عملت مشكله، الف سلام عليكي يا لطيف، هذا تكسير مش بديكير، حصل لي كده بس في صباعي، في صباع ايدي بسبب برضو البديكير، بس الحمد لله ما عملتش عملية. لازم فعلا الادوات تبقى معانا، ولو تعورنا لازم تطهير بالبتادين على طول. هقول لكم بقى اضرار البديكير. بيقول لك كشف الكثير من الاطباء عن اضرار البديكير، ومن الاصابة بالتهاب الكبدي الفيروسي والحساسية، ومن الممكن أن تنقل الأدوات عدوى جلدية، زي بيقولوا عليها كده يا جماعة، تنقل الأدوات الخاصة به الكثير من الفيروسات والبكتيريا، الفطريات التي تنتقل بالدم، وأيضا فيروس التهاب الكبدي، ومن الممكن أن يسبب السرطان وغيرها من الأمراض الأخرى. بصوا يا جماعة، ده الخبر زي ما مكتوب بالظبط على صفحة الفنانة منى فضالي. اللي حصل بقى بطريقتي، اللي حصل ان الفنانة منى فضالي راحت تعمل باديكير في ايديها ورجليها. الباديكير ده يا جماعة بيعملوا تنظيف للأظافر، ويركبوا لهم أظافر ويحطوا مونوكير والكلام ده كله. فراحت تعمل باديكير في رجلها، حصل لها إصابة أثناء وهي بتعمل الباديكير، فطنشت، قالت عادي ده هتخف، اتعورت في صباعها، ففجأة لقيت صباعها بيورم ومش قادرة تدوس على رجليها. راحت كشفت
لقت ان موضوع التعويره دي بسبب ان الاجهزه او الحاجات اللي بيشتغلوا بيها في معظم التوفيرات ما بتبقاش متعقمه، وبيبقى مستعملينها لكذا ست قبلها، فلقت لها عدوى او حاجه في رجليها، فده اللي خلاها تدخل تعمل عمليه جراحيه في صباعها، وتم قطع صباعها بسبب الباديكير. يا جماعه الستات، انا قلت لكم الفيديو ده مهم وتحذير لكل ست عايزه تعملي باديكير بره بيتك، اشتري الادوات بتاعتك، اشتري الادوات اللي هما بيستعملوها، مع ان ما انصحش، كل الحاجات دي بتنقض الوضوء، لكن لو حابه او بتحبي الحاجات دي تشتري الحاجات اللي بيشتغلوا بيها، تبقى بتاعتك تعملي بيها مره واثنين وثلاثه، لكن ما تروحيش هما يعملوا لك بحاجات من عندهم. وطبعا مش معظم الكوافيرات، انا بقول لكم بعض من الكوافيرات. هقول لكم بقى تفاصيل الخبر الثاني، موضوع انهيار ابنه الفنانه لبنى محمود بعد تشييع الجنازه. طبعا كلكم عارفين الفنانه لبنى محمود اتوفت امبارح بعد صراع مرير مع مرض السرطان، وكمان يا جماعه جالها نزيف في المخ، وكانت محجوزه في المستشفى في العنايه المركزه بقالها فتره جامده، وده اللي طلعت قالته بنتها على صفحتها الرسميه. وامبارح يا جماعه كان تشييع الجنازه، هقول لكم بقى بنتها قالت ايه بالظبط اثناء تشييع الجنازه، واقول لكم ايه اللي حصل بالظبط. طلعت بنتها يا جماعه وقالت ايه امبارح اثناء تشييع جنازه امها من مسجد السيدة نفيسة، طبعا بحضور جميع الفنانين والفنانات. طلعت وقالت باللفظ كده يا جماعة، أمي ماتت قبل عيد الأم، أمي ماتت والناس بتحتفل بعيد الأم وأنا أمي بدفنها، لا حول ولا قوة إلا بالله، بجد حاجة محزنة. هقول لكم برضو اللي حصل امبارح في الجنازة وتشييع الجنازة كان إمتى بالظبط. بيقول لك دخلت ابنة الفنانة لبنى محمود في حالة من الانهيار بعد وصول جثمان والدتها مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة عليها، حيث ظهرت في حالة من الحزن وقالت ان وصية امي قالت ان انا اخلي بالي من ولادي، ورحلت عن عالمنا الفنانة لبنى محمود مساء يوم امس بعد تعرضها لوعكة صحية، وذلك بعد سقوطها الذي نتج عن نزيف حاد في المخ. طلعت وقالت بيقول لك النهارده ابنه الفنانه لبنى محمود خلال تشييع الجنازه بتقول لك الناس كلها بتحتفل بعيد الام وانا باخد العزا في امي وسط حاله كبيره من الحزن سيطرت عليها، لا حول ولا قوه الا بالله. الام يا جماعه بعد الام والاب مفيش حد، في اخوات والاخوات بيبقوا سند وضهر، لكن بعد الام والاب خلاص بتحس ان ظهرك اتكسر، لا حول ولا قوة إلا بالله. أتمنى منكم تدعوا لها دعوة في التعليقات، إنا لله وإنا إليه راجعون.